السلام عليكم. في إطار محاربة كورونا فيروس، هنا نتواجد، هنا نقضي أوقاتنا. نظرا هنا كما ترون سبق من قبل قوانين معدودة، ذهبت لوحدي إلى ملعب قريب. هنا يتواجد ليس بعيد البعد، كل البعد، وإنما مجرد 5 دقائق أو 10 دقائق، ملعب صغير. التقيت هناك شابين وشابة لعبنا الكرة مع أصدقائنا البعض، والآن كما ترون أتجه إلى منزلي من أجل أخذ كل احتياطاتي، رغم أنه كنت فقط في ملعب صغير جدا، لأن أعشق هذه المستديرة التي ترون. وهكذا، لا، لحد الآن هنا الذي أتواجد هنا في فنلندا ليس ممنوع منعا كليا، على الجميع أن لا يخرج، وإنما ستذهب لوحدك وستلعب، ولكن لاتخاذ وضروري من الضروري ومن الأساسيات أن تعمل كل احتياطاتك قبل خروجك من البيت وقبل دخولك إلى البيت أو بعد دخولك إلى البيت. هكذا، نتمنى للجميع صحة جيدة، وهنا لمشاركتي مع أصدقائي الكرام، لأنني أحبكم في الله جميعا صغيرا وكبيرا. أقول لكم أتمنى أن يجدكم هذا المقطع من كلكم، من حر، من ألفه إلى زيده، من ألفه إلى باء، أو لا أعرف، دابت العربية. وإنما كل واحد باسمه، أن يجدكم هذا المقطع القصير الذي منه أود أن أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم معي، سواء على الواتساب أو على الفيسبوك أو على كل المواقع التواصل الاجتماعي الذي أقول لكم فيه. أشكركم جزيل الشكر وأسامحكم في الله، وأتمنى أن تسامحوني كلكم، كل باسمه. وأقول لكم خذوا احتياطاتكم وابقوا في بيوتكم، لأن ليس هناك من الأحسن أن تبقى في بيتك وأنت تحمي عائلتك كلها، من زوجتك وأمك وأختك وأخاك وأختك، يعني أقصد كل ما في البيت هو مجتمعك. تحياتي لكم هنا من فنلندا العزيزة، البيت الثاني لي، وبيتي الأول بطبيعة الحال هو المغرب، الذي يجري في الدم، دم أحمر. نحن كلنا تحت راية حمراء، نحن كلنا تحت شعار واحد، أزول أتنيغان ده إمازيغن إحرين، وكل العرب، لأني أحاول ما أمكن أن بكل اللغات التي أتقنها والتي لا أتقنها، يعني أن أحاول أن أتصل، أن أتواصل مع الجميع صغيرا وكبيرا، وأن لا أفضل بعضكم عن بعض، لأنكم كلكم عزازين عليا، كلكم كنبغيكم في الله، وكنتمنى لكم صحة جيدة، وأتمنى من كل أعماق القلب أن تكون سالمين. ومن كان ضحية كل هذا
السم القاتل كما قال أحد الزعماء الأمريكيون ترامب، قال إنه عدو. he said that it's enemy عدو بلا حر. لا أقدر أن أترجم، ولهذا أقول لكم أنني قد وصلت إلى بيتي وسأودعكم، أودعكم في الله وأحبكم في الله، وأقول لكم تصبحون على خير. أن الساعة تسير إلى الساعة ما يقارب السابعة أو الثامنة، السابعة أو السادسة، لا أهتم بالوقت لأنني عندي كامل الوقت. أشكركم جزيلا الشكر، وهنا أودعكم في الله وأحبكم في الله، وأقول لكم هنا وصلت إلى بيتي، أذهب لأخذ احتياطاتي وهكذا. Yes, just like this. See you. السلام عليكم.